كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. حاليا أن العصبة عملت اتفاقية مع الولاية ومع وزارة الشباب والرياضة الملاعب ديال القرب اللي اعتصوا من العصبة. حاليا أن كاين بعض المشاكل اللي كتعاني هاد الفرق هادو اللي كيبقاو يتشكاو أن الملاعب بالفلوس وداك الشيء. راه كاين عدة فرق والجمعيات اللي كيشبروا المال عند ديك الأطفال، ولكن ماشي صحاب الميدان، ماشي صحاب ديال المهنة ديال كرة القدم اللي كيجيو كيشبروا 20 درهم 10 درهم 15 درهم عند العواول. هذه عاملينها كتجارة، أن كيجيو يتشكاو أن الملعب 25000، ما كاينش شي 25000. ديكبارين عاملين لهم 200 درهم، والدراري اللي فوق 17 عام، يعني من 17 عام حتى 16 عام 15 عام عاملين لهم 100 درهم، وديك الكتاكيس براعم عاملين لهم باطل. هاد المشاكل كاملين عاملين لهم بعض الجمعيات اللي كانوا كيستافدوا من ملعب ديال العشابه. حاليا الدولة ناضت بغات تنظم هاد الملاعب ديال القرب اللي اعتصم واحد اتفاقية مع عصبة الشمال. هاد عصبة الشمال جمعت فرق ديال العصبة لأنهم كيخسروا الفلوس، لأنهم عندهم بطولة ديال العصبة الجهوية والمحلية لجميع الفئات. دابا حاليا اللي جاو بعد ما نقولوش الجمعيات، نص كبير ما عندوش وصل إيداع، كيجمعوا 10 20 العواول كيشبروا 20 الدرهم كيقيلوا ان يحلبوا فيهم. دابا حاليا هذاك الشيء تقطع، الحمد لله الدوله فطنت عطاتنا العصبه، ودابا حاليا الرؤساء ديال العصبه ديال الفرق ديال العصبه هي اللي كتسير الملاعب، يعني بكل كل حق حقه. الحمد لله كاين الجمعيات ديال الحيدر هذا كامل استفدت وفرحان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.